مودي للقائد عبد الله وجلان، هو كونه قائد معنوي، لان فلسفة القائد يعني طلعت فلاسفة كثيرة يعني من 1400 سنة لحد يومنا الراهن، ظهرت كثير فلاسفة مثل ليلين، ماركس، أفلاطون وغيرها وغيرها، ما قدروا يوصلوا الفكر اللي وصل القائد. ليش؟ انه اخوة الشعوب. الحل الامثل لبناء سوريا الديمقراطية هي اخوة الشعوب. احنا كلتوى وفكر دو قائد موجود، و احنا له هوينا وايد احدو. احنا هوينا ايد احدو بين دكرات ودا عرب ودا سوريا، كلنا ايد احدونا. انا كمقاتل عربي يعني هاي نظرتي على القائد عبد الله، انه فعلا هو قائد معنوي، لان هلا لكل مجتمع في لهم شيء قيم معنوية، ها قيم مادية، ونحن ناخذ القائد عبد الله قيمة معنوية. لان هي يعني هاوي لك ايو لو كطور النوشي ما النوشي ده لو حوزيلة، لو حتى محامين دي ده لو قبلي حوزيلة، يعني كبعي سيمي يدربو لان حزيلي احنا اقوى دي دينا هركدا ومتوحد، لان كلنا هاوينا ايد احدو كبعي مفتفتينا.